يا مساء الفل والعظمه. النهارده هنعمل مع بعض وصفه من اصل فلاحي شويه بس طعمها عظمه. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل نوع من انواع العيوش نقدر نقول عليه رقاق طري. هو منتشر في محافظات كتير في وجه البحرية زي المنوفيه والمنصوره. يلا نشوف مع بعض بيتعمل ازاي. دي قشطه، سكر، سمنه، حليب، خميره، زبادي. دلوقتي هنحط كل المكونات الجافه. هنحط ايه؟ كيلو دقيق، بس هنسيب منه تقريبا معلقتين ثلاثه عشان نفرد عليه العجين، وبين صوابعنا سنه صغيره كده من السكر عشان تلون مني على النار، ربع معلقه خميره وطرف المعلقه ملح، ونقلب كل المكونات الجافه مع بعض ونتاكد ان هم دخلوا جوه بعض. ثلاث معالق سمنه بلدي، هنحط ثلاث معالق من الزبادي، ومعلقتين كبار من القشطه، هنحط نص معلقه، دي مش تفرق، هتزود الطعم كمان، نحطها. هنحط لبن ونبتدي نعجن بقى. بنعجن بايدينا كويس ومش بننزل بالحليب مره واحده، بننزل بيه واحده واحده، لان كل نوع دقيق ليه نسبه امتصاص معينه من السوائل. وبكده نكون خلصنا العجينه بتاعتنا، وده شكلها بعد ما خلصت. هنسيبها نص ساعه ترتاح، بعد كده نبتدي نفردها. ده شكل العجينه بعد ما خمرت. يلا نقسمها ونشوف هنفردها ازاي. هنبتدي نقسمها كور صغيره زي كده ونلمها على بعض هنا كده. بعد ما كورنا كل العجين هنرمي شويه دقيق هنا خفاف شلناهم، وهنبتدي نفردها. هي طريه وتتفرد معايا بسهوله، بس انا عايز اخليها رفيعه فهمش عليها بالمردان. بعد ما فردناها هنحاول نقعد ننفضها كويس من الدقيق، وفي طاسه على النار هنحطها بقى. نحطها على الطاسه ونفرد واحده تانية عقبال ما دي بتستوي. نرفعه ونبص عليه نشوفه خلاص اتحمص وبقى اخر الاجه. هنفرد العجينه وبعد كده نسويهم ونوريكم شكلهم بعد ما خلصت سوا. وده كده كان الشكل النهائي للعيش او للرقاق الطري. بيبقى طعمه تحفه جدا على الفطار، وطعم القشطه غني مع الدهون اللي فيه مع الحليب اللي معجون بيه، عظمه. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.